بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة زملاء المعماريون وطلبة الأعزاء في الهندسة المعمارية، هذه محاولة لتبسيط مفهوم العمارة ذات هوية التي هي موضوع المسابقة التي تنظم فيها مؤسسة المدينة للدراسات والتنمية، وهي في طبعتها الخامسة. طبعا هذا يعني هو تبسيط للمفهوم، وليس يعني إعطاء أي وصفة لكيفية الحصول على عمارة ذات هوية. راح تكون تشوفوها أنها سهلة جدا يعني من ناحية الأبعاد، ولكن الأصعب هو الوصول إلى النتيجة الميدانية واللي تقنع الآخرين بأن هناك هوية في المشروع المعماري اللي راح تقدم يعني تقدمه. فأول شيء اللي يعني انطلق منه هو تصنيف المدن والمواقع، يعني أي مشروع راح يكون في موقع معين. فالجزائر عندها مدن عديدة وكثيرة، ومن حيث الهوية فيمكن تصنيفها إلى 3 أصناف. الصنف الأول هو حضور الهوية القوية في المدينة. نعطي مثال واضح وبسيط، هو غردايا أو تيميمون أو مناطق مدن صحراوية التي لا تزال تحافظ على طابعها من ناحية مواد البناء، من ناحية المفردات المعمارية، من ناحية الموقع إلى غير ذلك. فتبدو تظهر بوضوح أن عندها هوية قوية. فهذا المكان الأول. الصنف الثاني هو المدن التي فيها هوية لكنها ضعيفة ومتآكلة بفعل يعني أولا الفترة الاستعمارية الكولونيالية التي أثرت كثير في هذه المدن، وكذلك من ناحية تأثير السكان بالتغييرات والتعديلات ودخول مواد جديدة والفوضى الموجودة في العمران. فمثال هي البليدة أو مثلا القليعة أو حتى عنابة أو وهران أو الجزائر أو قسنطينة، اللي فيها طابع عمراني معين ومفردات موجودة ولكنها غير محترمة، ويعني فيها تسيب كثير من ناحية الهوية. فهذا إذن الصنف الثاني من المواقع أو الأماكن أو المدن. الصنف الثالث للأسف هو الغالب حاليا، هو المدن التي ليست فيها أي هوية وليس هناك أي بحث عن إيجاد الهوية فيها. ونقولها بكل أسف يعني المدن الجديدة مثل علي منجلي، مثلا سيدي عبد الله، مثلا بوينان، اللي فيها يعني توسعات عمرانية، ولكن الغالب فيها هو الطابع الكمي للهندسة المعمارية والتي تغيب فيها هذه الأبعاد الثقافية. وكذلك ممكن نقول يعني المدن الفوضوية التي لا تخضع للعمران، فالناس تبني وفق حاجاتها الأساسية، يعني مستودعات تحت وفوق يعني أقصى عدد من الغرف، وليس لهم أي نموذج يعني سكني أو معماري يعني محترم. فهذا وكل واحد يبني بغض النظر عن الآخر، فالنتيجة هي فوضى عمرانية. فهذه كذلك من ضمن المدن التي تغيب فيها الهوية. ممكن في هذا الصنف الثالث كذلك جزء ثالث هو المدن الاستعمارية الفرنسية، فهي هوية سلبية كما إذا نقدر نقولها، لأنها كانت تستجيب لهوية فرنسية وهوية كولونيالية ومصنوعة لتتوافق مع ثقافة غربية، وإحنا أورثناها، وبالتالي أحدث فيها اصطدام يعني كبير ما بين ثقافتنا المعمارية والسكنية مع هذا الإطار الهيكلي الذي ورثناه من فرنسا. فإذا هذه المواقع الثلاثة كل واحد راح يكون فيها اشتراطات كيف يكون المعماري يتعامل معاه. يعني إذا كان في المشروع تاعك مثلا في تيميمون أو في غردايا أو في تمنطيط مثلا في قريب من الأدرار، راح يكون فيها
حضور قوي للهوية، وبالتالي اللي يكون فيه استنباط، ويعني العمل على استمرار هذه الهوية وتعزيزها. فهذا إذن دي بروجي دو رينفورسمون دو ليدونتيتي، يعني تكون هنا المشروع لازم يخضع لأولا استيحاء، وثانيا لتعزيز. أنت كمعماري ماذا فعلت لتعزز هذه الهوية؟ في حالة ثانية وين تكون الهوية ضعيفة، فهناك نوع ما يسمى باسترجاع الهوية، أو لي طرافو دو ريكوبيراسيون دو ليدونتيتي، يعني أنه لا يمكننا أن نبني يعني بأي طريقة، وإنما نجتهد في استرجاع ما بقي من الهوية ونطورها لتكون لنا هوية معاصرة ومستجيبة للمجتمع الحالي في هذه المدن التي تفتقد، الموجودة فيها الهوية ضعيفة وتحتاج إلى ترميم الهوية طبعا. الصنف الثالث هو الأصعب، اللي يكون فيه المعماري أمام موقع ليس فيه أي هوية للأسف، مثلا في وسط الأدغال تاع العمارات، مثلا في علي منجلي، أو في مثلا بوينان، أو في سيدي عبد الله، أو في مناطق أوس الكاليتوس مثلا، أو يعني المناطق أو اللي توسعت فيها مدينة الجزائر العاصمة. فكلها عمارات ذات طوابق، ويعني منتوج صناعي، يعني تكنولوجي أكثر ما هو ثقافي، استجابة كمية لمطالب السكن. فكيف يتعامل المعماري في هذا الموقع؟ يجب أن يحيي، يعني يجتهد في إيصال أو الحصول على هوية معمارية من عنده، يعني طبعا اجتهاد من استخراجها من مصادرها اللي راح نتكلم عليها في الجزء اللي باقي. فإذا هذه ثلاث مواقع للحضور وغياب الهوية، والثلاث أنماط للتدخلات المعمارية. الآن ما هي الأبعاد؟ يعني حتى نقول أن هذا المشروع نجح ويعني فيه هوية معمارية، نقول أن عمارة ذات هوية، هو كذلك فيه، حتى نختصر، يكون فيه ثلاث أبعاد. البعد الأول اللي نبدأ به هو البعد الجغرافي، يجب أن ينتمي المشروع إلى جغرافيته، إلى مكانه، وهذا الانتماء يكون عن طريق مثلا الطبوغرافيا، عن طريق سطح الأرض واللاندسكيب، يعني أو فن المواقع الموجودة في اللي يكون فيها هذا المشروع، بحيث أنه يتطابق أو يتفاعل مع هذا البعد الجغرافي. مثلا الطبوغرافيا يعني تملي طريقة معينة للمشروع، وكذلك شكل الأرض لا يكون دائما يعني مستطيل ولا مربع، كي يكون يعني غير منتظم. فالمشروع يجب أن يعني يكون جزء من هذا الموقع. فإذا هذا يعني البعد الأول هو البعد الجغرافي، ويدخل فيه كذلك مواد البناء، يعني يا حبذا إذا كان المعماري يستعمل مواد البناء الموجودة في ذلك الموقع. نعرف أنه هنا في الشمال صعب، لأن أصبح الإسمنت المسلح هو يعني الطاغي، لكن في المناطق اللي فيها الحجر وفيها الشجر وفيها الرمل وفيها يعني الطين، فيجب أن يعني المعماري أن يتحدى هذا الوضع، ويعني ويستعمل مواد البناء المحلية بقدر ما يستطيع. وكذلك التفاعل مع المناخ، يعني إذا كنت في مناطق صحراوية يجب أن يكون هناك تفاعل مع البيئة، مع الحرارة، مع يعني مواد البناء اللي يعني تضيف راحة نفسية للناس، وتستغني عن التكنولوجيا تاع المكيفات. فهذا كذلك يعطي هوية، يعني إذا نجحنا في تعامل مع المناخ دون الوصول إلى استعمال مكثف وقوي للتكنولوجيا. فهذا البعد الجغرافي في الهوية، الجغرافية تعطي هوية. البعد الثاني
واللي متداول كثيرا، وأنا دائما نحاول أن نتحرر منه، أن الهوية غير التراث. يعني التراث يعزز الهوية صحيح، لكن لا يجب أن نتقيد بالتراث يعني كمصدر واحد لبناء الهوية أو تعزيز الهوية. فهو يعني مصدر ومنبع قوي جدا. فنبدأ بالتراث المحلي أو يعني روح المكان. يعني المعماري أو الطالب لما يكون هناك يجتهد في قراءة التاريخ ومراحل تطور تلك المنطقة، ويندمج في هذه السلسلة من المراحل في المشروع تاعه، يكون استمرار تاريخي لهذا يعني المكان. وطبعا لا يكون تاريخاني، يعني بحيث يسترجع العناصر القديمة جدا ويستعملها دون أن يحتاج إليها، ولكن يكون ذكي وفطن، أنه يعني يكون استيحاء يستجيب للعصر. وكذلك هناك تراث وطني، يعني إذا كان ما يكفيش أنه نستوحي من المنطقة أو من الإقليم، فيمكن كذلك توسيع مصدر الاستيحاء إلى المصدر الوطني يعني تاريخي للهوية في المشروع اللي رانا بصدد استعماله. وكلها هي أنه استعمال التاريخ كمصدر استيحاء، يعني لستواغ en tant que source de ressourcement. يعني تاريخ عموما، احنا ندرس التاريخ لكي نستفيد من تجارب يعني بالتدريج، يعني اللي داخل رانا فيها واللي حولنا، وحتى يعني الدائره الاوسع. طالما ان نستعمل التاريخ كمصدر الهويه فنحن في الاتجاه الصحيح. هذا البعد الثالث. البعد الرابع هو البعد الثقافي والسيميائي، يعني لا ديمونسيون سنسويل، هو المتعلق بالإنسان. فإذا كان يعني عنده قيم روحية، فإنسان يستعملها للتصميم، يدخلها كبعد من أبعاد المشروع تاعه. فمثلا يعني ناحية سيميائية، سيميائية هي التعبيرات اللي موجودة في العناصر المفردات المعمارية. مثلا لما نشوف يعني مئذنة نعرف باللي مسجد، يعني القبة كذلك إلى غير، يعني أنها إلى حد بعيد نستعملها سواء في الحمامات أو نستعملها في يعني توسيع قاعة الصلاة المساجد. فهذا غير ملزم، ولكن هذا ما يسمى بالسيميائية، يعني تطابق وارتباط المفردات المعمارية مع معاني معروفة لدى المجتمع وثقافة المجتمع. وطبعا لا يكون إنسان عبد وخاضع لهذا يعني الأسلوب، لأنه راح يكون فولكلوري، يعني يجيب العناصر ليرضي المجتمع، لكن يجيبها على أساس ثقافة، يعني يستعملها كثقافة. مثلا إذا كان مسجد ماشي شرط يكون فيها مئذنتين، ولا يقول لأن المجتمع يحب تناظر إلى ذلك، فهذا غير مقبول. رغم أن إنسان استعمل مفردة عندها معنى، ولكن في غير محلها. هناك كذلك طريقة عيش إنسان، لما يشوف الناس كيف تعيش ويستجيب لطريقة عيشهم، فهذا يعني يؤدي إلى إيجاد الهوية هذه. يعني كاين مثلا معماري فرنسي معروف هنا، رولون سيموني، أقام في يعني بعض الأحياء الفوضوية يعني قبل الاحتلال الفرنسي، بهدف أن يعرف المجتمع الجزائري كيف يعيش. وبعدها صمم مشاريع، أظن مشروع في الحراش، يعني إلى حد ما يستجيب لطريقة عيش مثلا الجزائريين، اللي يحتاجوا إلى وسط الدار، يحتاجوا إلى وجود الماء، ويحتاجوا إلى مدخل منكسر إلى غير ذلك. فاستخرج المفردات المعمارية من خلال طريقة استعمال الناس للفضاء المعماري. كذلك هناك الدين، الدين يعني بمفاهيمه الواسعة كمصدر للسبيريتواليتي، يعني للأبعاد الروحية.
فهذه صعب جدا، كيف نعطي البعد الروحي للفضاء أو الفراغ المعماري. فهناك يعني محاولات أنه نكتشف كيف يؤثر الفراغ المعماري على روح الإنسان، أنك تحس مثلا مكان أنت مرتاح فيه أو منقبض فيه، وأنك تحس مثلا حتى الكنائس أحيانا يغلقوهم كامل باش يعني يكون الضوء قليل ويكون فيه خشوع. فهذه الأبعاد صعبة جدا، فيعني يحاول الإنسان يدخلها، ومنها تكون هذه الهوية في مشروعه المعماري وتكون فيها علامة وجود الهوية. فإذا هذه الأبعاد الثلاثة اللي يحاول المعماري يا إما يستجيب لها في الثلاثة يكون يعني هوية قوية، أو على الأقل واحد من بعدين، أو على الأقل بعد واحد، يا إما البعد الجغرافي، يا إما البعد التاريخي، يا إما البعد الثقافي. وطبعا كما قلت ليس هناك يعني غوسات هكذا اللي نتبعها حتى نخرج بهوية، وإنما هو اجتهاد، والناس بعدها تحكم أن المشروع ناجح يعني من ناحية إضفاء الهوية أو غير ناجح. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.